Et nos bacs ensemble. Voilà. Was sag ich? زي ما انتوا عارفين شيخ الازهر توفى امبارح اختيار الشيخ الجديد قضيه الامن الوطني بالدرجه الاولى الرئاسه عايزه الجبلاوي خلوهم يختاروه انا اتكشف لازم تخليني اخلع شوف لي ملك جديد ويفضل يكون طالب جديد لسه بشوق ادم هو نموذج للطالب المثالي عندك شرايب هنا في مصر لا محتاجينك تساعدنا نعتقد ان الاخوان اخترقوا الازهر ادم ايه العكه اللي حطيت نفسك فيها دي اشتغل لحساب مين عندي شويه معلومات تهم فضل سمعه الازهر كله هتتمرمغ في التراب تعرف ايه حكم المرتد الاعدام